السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ انا جيسي محمد، بعمل فيديوهات عن العناية بالبشرة والشعر والجسم. وفي فيديو النهاردة بإذن الله هقول لكم على روتين ازاي صحاب الشعر الكيردي، ونتك على كلمة الكيردي تمام، قوي يقللوا من مظهر الكيردي تمام، ويفردوا شعرهم بنسبة يعني 50% من غير اي تدخل حراري، ولا شغل بقى بيبي ليس، ولا شغل سشوار، ولا جلات، ولا الجو الفاكسان ده كله، وفي 3 خطوات بس. فلو انتوا عايزين تعرفوا ال3 خطوات دول تمام، تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر. ولو انتوا اول مره بتشوفوا القناه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير لاصحابكم. ويلا بينا نبتدي الفيديو. في بنات كتير قوي وانا منهم تمام، او اولهم، شعرهم نوعه كيرلي قوي تمام، اللي هو الشعر المموج قوي، بالذات الاطراف بتاعت الشعر تمام، لدرجة ان هو ممكن يقلب لمجرد ان انت لو سبتيه 10 دقايق مفكوك تمام، يقلب هيشان ماشي. فالفيديو ده يعني الاصحاب للناس اللي شعرهم كده قوي يعني تمام، واللي هما مش بيحبوا شعرهم كده، بيبقى نفسهم كده شعرهم يبقى مفرود من غير ما يستخدموا مثلا بيبي ليس او سشوار او الحاجات دي، لان في ناس بتبقى مدركه ان البيبي ليس والحاجات دي كتر استعمالها غلط على فتلات الشعر، وفي ناس مش بتستعملهم مش عشان شايفه ان ده غلط، لا بيبقى مثلا مقدرتهم الماديه مش مقدروش يجيبوه. يعني انت اقل ما كانت بيبي ليس محترمه كويسه برضو عشان ما تاذيش شعرك قوي، هتخش لها في حوالي 1700 جنيه، ممكن تخش في 2000 جنيه. ففي ناس مش في مقدرتها تمام، فبيبقى نفسهم ان شعرهم كده يبقى مفرود وناعم كده، ويعني وانا اولكم تمام. فانا هقول لكم على 3 خطوات تمام، ال3 خطوات دول بيفردوا والله العظيم وحياه ربنا بيفردوا الشعر يعني اكتر من 50%. يعني مش هقولك ان شعرك هيبقى ستريت المفروض بالمسطره او زي فرد السشوار والبيبي ليس والحاجات دي، لا، بس يكفي ان هو يعني ممكن اقولك يبقى مفروض حوالي 60% مثلا شعرك فيه يعني مفروض فيه فرد كده تمام. التمويجة بتاعته بقى هتبقى حلوة، انت ذات نفسك هتحب التمويجة اللي موجودة اللي هي 40% تمام. الهيشان بتاع الاطراف هيقل جدا 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 جدا، وهتلاقي شعرك كده سايح ونايح كده. ف في 3 خطوات بس تمام. ال3 خطوات بقى دي بنفس المنتجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، يعني ممنوع استبدال المنتجات تمام. لما ينفع نستبدل المنتجات هقول لكم استبدلوها، لما ما ينفعش نستبدل المنتجات هقول لكم ما تستبدلوهاش. والمنتجات اللي معايا يعني بالنسبه لاسعارها يعني كويسه في المتوسط، ولا قليل قوي ولا عالي قوي تمام. اول خطوه انا بعملها تمام، بغسل شعري تمام بالشامبو الطبي بتاعي، ده الشامبو الطبي بتاعي، اسمه سترونجفيل تمام، ده شامبو كونديشنر في نفس الوقت تمام. فاللي هو انت مش هتحتاجي ان انت تجيبي بلسم معاه، ده بالارجان والكرياتين تمام، ده عشان خاطر تساقط الشعر. بالنسبه لتساقط الشعر هو فعلا قلل لي تساقط الشعر شويه، مش قوي بس قلله لي بنسبه يعني احسن من الاول تمام. العبوه دي سعرها متوفر في اي صيدليه، سعرها عامله 100 جنيه ماشي، وده شامبو طبي. بغسل شعري بيه الاول كويس جدا تمام، وبعد كده بشطف شعري، وبعد كده بعد وشعري مندي تمام ميبقاش ناشف، بقوم جايبه وعامله له حمام كريم تمام. حمام كريم اللي معايا هو لوفيا تمام، ده بالشيا باتر تمام، كنت اتكلمت عنه بالتفصيل، حاسب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس تمام، وهحطه لكم برضو فوق. الماسك ده
الهير ماسك ده انا يعني بصوا حقيقي والله العظيم هتنبهروا. انتوا روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعه، تمام؟ انا عامله له فيديو مخصوص، يعني انا اي حاجه بعملها فيديو مخصوص اعرفوا ان هي حاجه جباره. فحقيقي والله العظيم يعني السر، اصلا سر الموضوع ده كله في الكيس اللي انتوا شايفينه ده. الكيس ده 28 جنيه، متوفر في اي صيدليه، متوفر في اي محل تجميل، تمام؟ والكيس ده بيكفي، يعني انا عن نفسي الكيس ده بيكفي معايا 3 4 مرات، تمام؟ ده طبعا بالنسبه برضو لحسب طول شعرك وتقله. بحط الماسك ده على شعري وبسيبه نص ساعه، تمام؟ بعد كده بروح اشطف شعري عادي جدا بالميه، بالميه بس، تمام؟ هو بينزل من الشعر بسرعه، يعني بتعرفي ان انت تغسلي شعرك مكان الحمام الكريم ده بسرعه، تمام؟ وبعد كده بنشف شعري كويس، بنشفه باي حاجه قطن، اي تيشرت قطن قديم عندي انا مخصصه لتنشيف الشعر، بنشف شعري، تمام؟ و بتاع ده. وبعد كده بسيبه بقى، يعني بسيبه في الهواء عادي لحد ما ينشف خالص ويجف تماما، تمام؟ وبقوم جايبه يعني البيك بوست بتاعي، تمام؟ وهو زيت فيفي دول، تمام؟ كنت برضو اتكلمت عنه وعملت له فيديو مخصوص بالتفصيل، هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس، تمام؟ وحطه لكم فوق برضو. واتكلمت قد ايه هو روعة، تمام؟ بس بقوم جايبه، بقوم اخده بخه من الزيت ده على ايدي وبقوم فرده على شعري كله من اول الراس لحد الاطراف، بس طبعا مش بحط في الفروه، انا بحط على الشعر ذات نفسه من بره بس. واقوم لفه شعري، عاملاه مثلا دوامه او عاملاه رفعه لفوق وعامله كحكه، واقوم لابسه مثلا اي طرحه قطن، تمام؟ الكلام ده احنا بنعمله بالليل طبعا قبل ما ننام، واقوم لابسه اي طرحه قطن ونايمه. اصحى الصبح اتفرجي بقى، والله العظيم ال3 خطوات دول يا جماعة، اتفرجي على شعرك لمدة اسبوع لحد لما تيجي تغسلي الغسلة التانية. المفروض انتي بتغسلي شعرك 2 مرات في الاسبوع، يا ستي احنا ناس معفنة، هنغسل شعرنا مرة واحدة في الاسبوع، او جربوا يعني عشان تتأكدوا فعلا ان ال3 خطوات دول بنفس ال3 منتجات دول، تمام؟ النتيجة بتاعتهم جبارة. اغسلي شعرك مرة واحدة في الاسبوع، يعني مثلا النهاردة عملتي الموضوع ده، النهاردة استني اسبوع وشوفي شعرك هيبقى عامل ازاي خلال الاسبوع ده. هتيجي الاسبوع اللي جاي هتلاقي شعرك هو مفروض وناعم جدا جدا جدا، وفي لمعة حلوة قوي، تمام؟ واللي هو هتحسي نفسك ان انت اصلا مش عايزة تغسليه، بس لازم تغسليه. فالموضوع ده لو عملناه مرة في الاسبوع انسوا بجد. فبس كده، دي ال3 خطوات اللي انا كنت عايزه اكلمكم فيها النهارده بالنسبه لفرد الشعر الكيرلي. بس كده الفيديو خلص. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، واستنوني فيديو جديد تاني باذن الله.